أصحاب الفضيلة والسماحة العلماء، الإخوة والأخوات الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وأتوجه أولاً لمقام سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، صلى على محمد، وللشعب الإيراني العظيم، وللمؤسسات الرسمية والأهلية في إيران بخالص الشكر والتقدير على المواقف الأصيلة الداعمة والمتضامنة مع أبناء شعبنا في البحرين، كما أتوجه بالشكر الجزيل لهيئة إحياء الذكرى السنوية لثورة شعب البحرين على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا اللقاء التضامني الكبير، متمنياً من الله العلي القدير أن تستمر هذه الجهود في التضامن مع شعبنا في البحرين وكل الشعوب المظلومة من اليمن إلى فلسطين والعراق ولبنان وغيرها. إنه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع اليوم لإحياء الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة 14 من فبراير المجيدة، والتي انطلقت قبل 8 سنوات لتكون هذه الثورة بأهدافها الكبرى من أكبر مصاديق الصحوة الإسلامية في المنطقة، حيث أن ثورتنا في البحرين، ثورة شعبنا في البحرين، كانت ولا زالت نقية تحمل أهدافاً وطموحات كبرى مشروعة لم تلوثها أو تجهز عليها ما عرفت اليوم بالثورات المضادة. فثورة البحرين هي ثورة وطنية بامتياز، لم تأتي من أجل طائفة أو لون أو عرق، وإنما جاءت لرسم مستقبل زاهر لشعب البحرين بكل أطيافه ومذاهبه، والذي يناضل منذ عقود خلت لتغيير الظلم والقمع وفقدان العدالة، وليحصل هذا الشعب على استقلاله التام في قراره السياسي ومواقفه المصيرية، وليشكل نظامه السياسي العادل بإرادة شعبية بكل تلاوينه السياسية والمذهبية والفكرية. اليوم وبعد 8 سنوات من الحراك السلمي في البحرين، ومع دخول هذه الثورة الصاعدة عامها 9، يتأكد لنا جميعاً أنها ثورة مستمرة، ثورة لن تهزم، ثورة لن يوقفها القمع والسجون والتعذيب والنفي وإسقاط الجنسيات. يتأكد اليوم استمرارها أولاً عبر أحقية ومشروعية أهدافها، عبر انطلاقها من مبادئ ثابتة واستقراء لسنن التأريخ التي تحكي عن نصر المظلوم على الظالم، والتي تحكي عن قصص الشعوب التي ناضلت للحرية والعدالة والكرامة، وتوج نضالها بالنصر المؤزر، ليذهب في نهاية المطاف الجلادون والمستبدون لمزابل التأريخ. كما ويتأكد استمرارها عملياً بخروج أبناء شعبنا في يوم الذكرى الثامنة للثورة منذ أيام للشوارع متظاهرين منادين بسقوط النظام وبالحرية للأسرى والأسيرات، رغم وجود آلاف السجناء خلف القضبان، رغم حصار المناطق ودهمها واعتقال النساء والأطفال وعلماء الدين، رغم تحويل البحرين لسجن كبير ولدوامة من البطش والعنف والإرهاب الرسمي المنظم، كما ويتأكد للعالم أجمع أنها ثورة استطاعت أن تكشف زيف ونفاق الاستكبار العالمي، زيف الذين يدعون الحرية والديمقراطية
حيث تعاطى معها ما يعرف بالمجتمع الدولي بالخذلان. تعاطى هذا المجتمع الدولي مع ثورة أبناء شعبنا السلمية بالخذلان والصمت المريب. ناهيك عما تقترفها إدارات الحكم في هذه الدول الحليفة للنظام الخليفي في البحرين من مشاركة في تعزيز موقع النظام المستبد وإسباغ المشروعية على حكومة الدكتاتور ملك البحرين، وما تقدمه هذه الدول من دعم وتسليح لنظام يقتل وينتهك الحرمات بل ويسحق أبسط حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والتجمعات، وكل ذلك يحدث بمسمع ومرأى من تلك الإدارات التي لم تعد تؤمن بما ترفع من شعارات وتتغنى به من قيم كالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، بل كل ما يعنيها اليوم تلك الدول التي تتآمر على أبناء شعبنا والتي توفر الحماية والدعم لهذا النظام المستبد، كل ما يعنيها اليوم هو الهيمنة على مقدرات شعوب المنطقة ونشر الدمار والحروب والفتن لتحقيق أهدافها الخبيثة في الهيمنة على مصير الشعوب واستضعافها عبر حكام لا يملكون سوى شرعية الرصاص والتعذيب والبطش ولعق أحذية الاستكبار والغزل العلني مع الصهاينة. على رأس تلك الدول التي تملك قواعد عسكرية في البحرين والتي توفر الدعم المطلق للحاكم المستبد هناك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، اللتان أصبحتا شريكتان في القمع والتعذيب وإجهاض طموحات شعب البحرين في تحقيق الكرامة والحرية والعدالة والاستقلال، وتلعبان هاتان الدولتان دوراً هاماً وأساسياً في قمع ثورة أبناء شعبنا وتلميع صورة النظام القمعي. اليوم تعاني البحرين، تعاني من الغزو السعودي عبر ما يسمى بقوات درع الجزيرة التي دخلت البحرين غازية وشاركت في استباحة الحرمات. اليوم تعاني البحرين، تعاني من التجنيس غير المشروع بهدف تغيير هوية البلاد في مخطط يستهدف كل أهل البحرين سنة وشيعة، حيث جرت عليهم عملية التجنيس ويلات اجتماعية وسياسية واقتصادية. إن عملية التجنيس التي تحدث اليوم في البحرين ربما لا يوجد لها مثيل إلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هناك في فلسطين، حيث يقتل الصهاينة المدعومين أمريكياً أبناء فلسطين ويسرقوا أراضيهم وحلمهم في الحرية، يقابلها هنا في البحرين حيث يقتل مرتزقة آل خليفة أبناء البحرين هناك، حيث الشتات الفلسطيني يحرم شعب فلسطين حقه في العودة لوطنه، تبنى المستوطنات للصهاينة القادمين من أصقاع الأرض، نشاهدها هنا في البحرين حيث تسلب جنسيات البحرينيين وينفون للمهجر ويتم استيراد وتجنيس المرتزقة من أصقاع الأرض. إنها محنة شعبنا في البحرين أن تتسلط على أرضه قبيلة تتاجر وتقامر بمستقبله ومقدراته وتفتح أذرعها للمتآمرين على الأمة، فها هم اليوم يجتمعون مع قتلة الشعب الفلسطيني في وارسو وهم يعرفون أن شعبنا في البحرين براء من أفعالهم، براء من ارتمائهم في أحضان الصهاينة، براء من عمالتهم وتطبيعهم مع الذين يحتلون فلسطين ويقتلون أهلنا هناك. نحن في البحرين لدينا مقومات الصمود والثبات، لدينا العزة والنهوض، لدينا إرادة الاستمرار بعزم، ولدينا فوق كل ذلك شعب عظيم يناضل منذ سنين دون هوادة أو كلل أو ملل،
ولدينا أبوية عليا وكبرى لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ولدينا رموز تذوب أعمارهم داخل السجون، وهم الرموز القادة متمثلين في الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع الذين مضت عليهم 8 سنوات في السجن، ولدينا حقوقيين ونشطاء بارزين كالحقوقي الدولي المعروف نبيل رجب، ولدينا حرائر خلف القضبان، وكل هذا لن يوقفنا ولم يوقفنا. في ختام هذا اللقاء نوجه لشعبنا التحية في البحرين ولكل أحرار العالم الذين يقفون مع شعبنا ويساندونه ويؤكدون لشعبنا، ونؤكد لشعبنا أننا معه مستمرون بعزم ثابتون على الطريق حتى تحقيق النصر وتحقيق الحرية والعدالة والكرامة. يا أبناء شعبنا الغيارى، نحن معكم بعزة ونهوض، لا محالة منتصرون. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وفك قيد أسرانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.